السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة. أنا هتكلم معاكم بكل أريحية وبكل صراحة. أول حاجة، الأحجار اللي انتوا شايفينها دي من بعض متابعين القناة. الحمد لله، بعد ما الخبير محمد العبري عرض مجموعة من الأحجار، ودايما بيعرض الحقيقة على القناة، تم التوصل إلى أحجار المر. يعني ناس كتير الأول ما كانتش تعرف إيه هي أحجار المر، وإيه بتشتغل، إيه شغلانتها أصلا، وبتعمل إيه، والذهب بيجي من فين. طبعا بعد ما شافوا الفيديوهات على القناة، ناس كتيرة توصلت ان حجر المر هو اللي بيطلع منه الذهب، او بيتم انتاج الذهب من حجر المر. وفي ناس كتيرة كانت للأسف فاهمة غلط، لان في قنوات على اليوتيوب او على السوشيال ميديا مفهمة الناس غلط. مفهمهم ازاي؟ مفهمهم ان الذهب بيجي من اي مصدر وخلاص، وناس كتيرة خسرت فلوس كتيرة عشان توصل للذهب. وناس كتيرة بتدور على الذهب في الفحم، وبتدور عليه في الأشجار، على حسب الرسائل اللي وصلت لي على الواتساب. طبعا معكم السيد عبد النبي، متابع اليوتيوب ومنسق اليوتيوب بين الخبير محمد العبري والمشاهدين. النقاط السلبية ان في ناس كتيرة بتصرف وتخسر آلاف الدولارات على الوهم. الوهم اللي ايه هو؟ الوهم هو ان استخراج الذهب بيتم من اي شيء، من احجار، من فحم، من مواد الكترونيه. المواد الالكترونيه نسبه الذهب فيها لا تذكر، بسيطه جدا، ويتم صرف مبالغ طائله على استخراج الذهب من المواد الالكترونيه، وللاسف بتطلع كميه بسيطه لا تغطي المصاريف او 10% من المصاريف. النصيحه، لا يعني ما تصدقوش اي بني ادم يقول لك ان الذهب موجود في الفحم، موجود في النبات، موجود في الشجر. كذب كذب كذب. الحقيقة ان الذهب موجود في الاحجار، والذهب مش بيجي بكل سهولة زي ما انتوا عارفين. الذهب بيجي بتعب ومجهود وتفكير وخبرة. عشان كده احنا بنطرح الفيديوهات على المشاهدين بكل سلاسة وبكل وضوح. اللي امامكم احجار المر، عينات من احجار المر من جميع أنحاء العالم، من متابعين القناة من جميع أنحاء العالم. والحمد لله تم الوصول إلى الذهب، وتم الوصول إلى عروق الذهب. معاكم أخوكم من الجزائر، هيكلمكم دلوقتي عن العروق. تفضلوا. السلام عليكم أخي العبري، كيف حالك؟ عيدك مبارك، كل عام وخير. بشرك بهذا العروق، عروق مع أكسيد الحديد، وفيها مر ابيض وارجواني اصيله. انظر الى هذه العروق، كلها عروق ممتده داخل الصخره. هي صخره كلسيه كلها عروق. انظر، هي عروق. وهذا احد من الحجر، هذا عرق. أعطيني ما رأيك خلاصتها. انظر كيف تمتز بالألوان الأصفر. هل هذا ذهب في ميزك؟ هذا كله مر، وهي ثقيلة، يعني وزنها ثقيل. كل هذا يوجد الكثير. انظر، كلها عروق ممتدة على صخر. انظر إلى هذا عرق، هذا كله مرو، عروق مرو، وتمتد ممزوجة مع البحر. سبحان الخالق تبارك الرحمن. انظر، انظر إلى هذا العرق، انظر كيف هو كلسي. انظر، في بريق، لا ادري ان تراه، بريق خفي. انظر الى الشمس كيف هو يمتد هذا البريق، يوجد بريق خفي. انظر الى هذا العرق، كأنهم لقد اكسروه. انظر اليه، انظر الى هذه الاكسده جميله. انظر، لقد تم البحث هنا
بوسائل. انظر انظر الأصفر كيف هو الأصفر. ما رأيك أخي العبري؟ هل أخذ عينة منه؟ انظر إلى أصفر إلى أغمق الشق. انظر انظر أصفر. هل ترى الأصفر؟ إنه إسفرار. هل هذا ذهب؟ هل كل هذا ذهب؟ ما رأيك؟ يوجد بريق ولا أدري. أبشر. هل هذا ذهب؟ هل أخذ عينة؟ شكرا، خبرني من فضلك. ولله الحمد يتم يوميا الرد على أكثر من 100 رسالة على الواتساب من مشاهدين القناة، ويتم الوصول إلى أحجار المر، ويتم الطحن، ويتم استخراج الذهب. ولله الحمد، لو أنت من المشاهدين اللي تم الرد عليك عن طريق الواتساب واستفدت من القناة، اترك تعليق للمشاهدين عشان يعرفوا ان انت استفدت من القناة. اللي قدامكم دي انواع من احجار المر والبيئة اللي بتواجد فيها احجار المر، وتم الحمد لله التواصل مع الشخص وتم الشرح ولله الحمد. بعض الفيديوهات الموجودة عندنا في القناة فيها شرح كامل، لكن المشاهدين معظم المشاهدين ما وصلوش للفيديوهات. لو تدور في القناة من اول فيديو من 6 شهور هتلاحظ ان في فيديوهات كتيرة فيها شرح من الخبير محمد العبري، ودائما يتم التنسيق مع الخبير محمد العبري ومشاهدين القناة لمعرفة الأسرار ومعرفة تواجد الذهب وأين يتواجد الذهب. كل الفيديوهات الموجودة على القناة فيديوهات حقيقية وفيديوهات فيها شرح بكل وضوح، ما فيهاش لف ودوران ولا فيها كذب على المشاهدين. أهم خطوة في استخراج الذهب الوصول إلى الأحجار التي تحتوي على الذهب، والفعل وليس الكلام أهم خطوة تواجد الذهب، وتاني خطوة الطحن واستخراج الذهب. في ناس كتيرة بتقول احنا بنشتغل بإحماض على الحجر على طول، وده غلط. انك تشتغل على الحجر بدون طحن وتنتظر ان يطلع ذهب من الحجر وبدون طحن ناعم جدا جدا، هذا غلط. لكن لو اتبعت الطريقة الصحيحة المتبعة على القناة بإذن الله سوف تصل إلى الذهب، وسوف يكون إنتاجك لا يقل عن 10 جرام في اليوم بالنسبة للمبتدئين. شاهد الأحجار وشاهد أنواع الأحجار، وتأكد إنك أنت في بيئة أو منطقة يتواجد بها أحجار المر أو أحجار عروق الذهب، وبإذن الله الخبير محمد العبري الأيام والشهور القادمة سوف يقوم بشرح جميع الطرق الكيميائية والطرق الفيزيائية لاستخراج الذهب. طبعا الطرق الفيزيائية اللي هي مفاجأة القناة واللي هي حقيقة 200 أو 300% مع خبراء معانا بإذن الله، هي طريقة تحويل الفضة إلى ذهب عن طريق عملية فيزيائية وليست كيميائية. عملية فيزيائية كما يخرج الذهب من الطبيعة والفضة من الطبيعة، سوف نقوم بإذن الله بعمل طريقة فيزيائية ينتج عنها تحويل الفضة إلى ذهب باحتكاك ونسب معينة من النار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكل حقيقة واضحة عن استخراج الذهب من الطبيعة. أول حاجة نشكر الخبير محمد العبري لأنه بصراحة لا يكل ولا يمل من مساعدة المشاهدين. الفيديو اللي قدامنا ده من أحد المشاهدين في دولة من الدول تم تطبيق الطريقة التي يقوم بها محمد العبري بطحن الأحجار واستخراج الذهب. تم تطبيق نفس الطريقة، طريقة الطحن، وبعد الطحن بيتم تذويب التراب واستخراج الذهب، لأن الذهب بيعلق في الخيش اللي هي موجودة تحت مع جريان الماء. المنطقة دي في دولة من دول أفريقيا، وقدامكم ده نفس الكرشر أو نفس الطحن ونفس الطريقة اللي بيتم طحن بيها الأحجار بطريقة بسيطة جدا وغير مكلفة. الطريقة اللي قدامكم دي تكلفتها كلها على بعضيها لا تتعدى الـ2000 دولار. بيتم استخراج الذهب الخام، بعد ما يتم استخراج الذهب، بعد ما يتم إيجاد الحجر، بعدها يتم استخراج الذهب بالطحن، يتم
جمع الذهب، ويتم تزويب الذهب وجمع حبيبات الذهب اللي هي موجودة بعد استخراج الذهب عن طريق الطحن، ويتم المرحلة النهائية اللي هي قدامكم دي، مرحلة الصهر أو مرحلة تجميع حبيبات الذهب، ويتم الوزن ويتم بيع الذهب. بكل بساطة وبكل أريحية الموضوع سهل جدا مع التركيز وشوية مجهود وشوية خبرة. إن شاء الله إن جميع متابعينا يوصلوا للذهب بإذن الله. طبعا زي ما انتم عارفين الخبير محمد العبري بيقوم بقص وقته عشان يصور فيديوهات للمشاهدين، لأنه مش هيستفاد حاجة. الحاجة دي هي لله، يعني معمولة لله، يعني حاجة كده زي نقول صدقة جارية. فانشروا الفيديوهات عشان توصل المعلومات لجميع المشاهدين على السوشيال ميديا وتوصل الحقيقة بدون كذب. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة ليصلكم كل جديد متابعينا الأعزاء ومشاهدين القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.